1500 حافلة نقل مدرسي، وكنا استقبلنا يعني تقريبا 2000 حافلة، مازال 1500. هذا 1500 إن شاء الله في القريب القادم أجل إن شاء الله يكون عندنا، وتكون ولاية خانشلة يكون عندها العدد الكافي واللازم حسب التقديرات اللي قدموها قدم السيد الوالي، نعطيكم الحافلات. كاين برنامج جديد فيه 3500 حافلة، عقدنا لو مارشي الصفقة مع المؤسسة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على مستوى تيرت. 3500 حافلة من نوع مرسيدس بنز إن شاء الله سوف نستقبلها على 3 سنوات إن شاء الله.